وزراء الإعلام العرب يبحثون في القاهرة دور الإعلام في مكافحة الإرهاب. الرئيس يؤكد لوزير خارجية النمسا أهمية الجوانب الفكرية في مكافحة الإرهاب. تنظيم داعش يسيطر على مدينة تدمر التاريخية وسط سوريا. نشرة أخبار الواحدة، مرحبا بكم. يبحث مجلس وزراء الإعلام العربي في أعمال الدورة 46 بمقر الجامعة العربية وبرئاسة الإمارات دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف. هذا ويناقش المجلس 17 بندا تتعلق بتطوير العمل الإعلامي العربي والاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب ودعم القضية الفلسطينية واتخاذ إجراءات رادعة للقنوات المحرضة على العنف وإثارة الفتن والإرهاب. كما ينظر وزراء الإعلام العرب مشروع قرار لاعتماد يوم 21 من إبريل من كل عام يوما للإعلام العربي. الإعلاميين العرب في مختلف مواقعهم ومالكي المحطات الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن أوطانهم ومستقبل أبنائهم، وأن يعتبروا أنفسهم جنودا في معركة الأمة ضد الإرهاب. وبدورنا نحن أشقاؤكم في الأردن، فأننا نبذل جهودا مستمرة ونوعية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو من خلال عدة محاور، أبرزها وضع استراتيجية خاصة يجري تنفيذها حاليا في مختلف المستويات، تقوم على أساس الحوار والإقناع ومحاربة الفكر الظلامي بالحجة السليمة والفكر التنويري، والتعاون مع دول العالم في هذا المجال، ومحاربة التنظيمات المتطرفة بشتى الوسائل والسبل. لقد أكدت التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات دور الإعلام في المجتمع، وتكمن خطورة هذه المرحلة الإعلامية الحديثة في التأثير الذي يتركه الإعلام في وعي المجتمع وفي معرفته وسلوكياته، مما يتطلب تحديث خطابنا الإعلامي والعربي بما يتماشى مع طبيعة العصر، مع الاحتفاظ بخصوصيتنا الثقافية والحضارية. ولا يكمن الأمر في تجديد الخطاب فحسب، بل في إطلاق مبادرات إعلامية ذات مقومات فكرية وثقافية راسخة. من جانبه قال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية إن الإرهاب يسعى لإعاقة وتيرة التنمية في البلاد العربية، ويجب مواجهة الجماعات والأفكار الإرهابية. وأضاف بن حلي أن دور الإعلام لم يعد مقصورا على نقل الأخبار، بل أصبح مساهما في صياغة الرأي العام ومحفزا على صناعة القرار. نريد إعلاما عربيا يجمع ولا يفرق، يشحد الهمم ويحفز العزائم، ويجمع طاقات دولنا لمواجهة الأخطار التي تواجه الوطن العربي على مستوى الدولة الوطنية وعلى مستوى المنظومة العربية. إعلام يكون حقلا خصبا للرأي والتفكير، يشجع العقل على الإبداع والابتكار، ويزرع الأمل في العقول والقلوب لتجاوز مظاهر الضعف ومكامن النقص لمجتمعاتنا العربية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، بعد التحية، يعني ما بين تحديد يوم للاحتفال بالإعلام العربي وبين الإرهاب الذي من الواضح أنه فرض أجندته على كل الاجتماعات العربية بما فيها اجتماع الإعلاميين، كيف ترى توصيات ما خرج اليوم؟ في ظن الشخصي أن القضية ليست فيها توصيات، القضية أولا وأخيرا هو كيف يمكن ترجمة هذه التوصيات. لدينا منذ عشرات السنوات توصيات كثيرة جدا، لكن للأسف الشديد لم يتم تطبيقها على أرض الواقع. بالأمس كنت والتقيت بعض وزراء الإعلام العرب وتحدثوا عن تطوير الخطاب الديني ومحاربة التطرف والتكفير، لكن للأسف الشديد كلها توصيات كانت في إطار التوصيات التقليدية، بمعنى أنه خطاب إنشائي وخطاب دعائي وندوات تقال من أعلى إلى أسفل، لكن لم نجرب أن نصل إلى الجمهور المستهدف فعليا، وهو الجمهور الذي يعني يكتبه المتطرفون. علينا أن نلاحظ أن داعش يتمثل
كل يوم إذا رأينا خريطة ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين في الأنبار في الرمادي في تادمر سوريا والعراق أقصد هناك في اليمن هناك تمدد كبير لداعش لا أحد يواجه المتطرفين في ليبيا الولايات المتحدة تتخذ موقفا غالبا هي وبعض الدول العربية من بعض الدول الغربية من مواجهة الإرهاب في ليبيا وبالتالي نحن نتحدث عن خطاب فوقي جميل ومنمق وتوصيات بهذا لكن للأسف الشديد لا نعرف كيف نطبق ذلك على أرض أستاذ عماد يعني ربما ما تذكره حتى ينسحب على قرارات القمم العربية على مدى سنوات ولكن ربما الجديد الذي فرض نفسه على الوضع العربي التهديدات الواضحة وهذا الإرهاب غير ما يخرج من القمم العربية من القول إلى الفعل هل يمكن أن ينسحب هذا أيضا على هذا التجمع الإعلامي العربي؟ نعم يعني وزارة الخارجية الإعلام العربي هم جزء من منظومة الدول العربية المنظومة العمل العربي المشترك وبالتالي ما ينطبق على القمة ينطبق على وزراء العمل الإعلام وزراء الثقافة أي وزراء لكن ربما المنظومة الآلية الوحيدة التي كانت فعالة هي وزراء الداخلية العرب هي يعني ما تم تطبيقه على أرض الواقع من تبادل المعلومات ما أقصده هو هل التحديات الخاصة بالإرهاب والتي تطال الدول العربية وترتبط بهذه التطورات ربما تدفع وزراء الإعلام العرب لترجمة هذه القرارات لأفعال بعكس ما كان عليه الأمر وما ذكرته في بداية مداخلتك؟ نعم أتمنى ذلك يعني هذا السؤال ذكي بطبيعة الحال يفترض أن حجم التحدي الكبير يحتم علينا أن نتوقف عن الندوات والمؤتمرات والتوصيات وأن نصر على تطبيقها على أرض الواقع وإلا سنفاجئ أن داعش وصلت إلى مدى لا يتخيله أحد ربما من اللافت ما طرحه نائب الأمين العام للجامعة العربية عندما ذكر أحد التحديات الأساسية للإعلام العربي في هذا التوقيت وهو مسألة أنه لم يعد فقط ناقلا للأخبار ومحللا لها وإنما أصبح مساهما في صياغة الرأي العام ومحفزا على صناعة القرار وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتداخل ما بينهما وهذا التحدي الجديد كيف ترى هذه التركيبة؟ نعم هي يعني اشتقاق او استنتاج صحيح جدا لانه الحياه السياسيه العربيه جذباء وسيئه جدا والنتيجه انه اختفاء القوى الحزبيه الحقيقيه والقوى الفكريه والنخبه والاحزاب والنقابات والمجتمع المدني الفاعلين عن مسرح المسرح العربي جعل الاعلام فقط هو الذي يتصدر المشهد وبالتالي يتحمل دور كبير وعبء كبير يعني جزء كبير منه للأسف الشديد بدلا من أن يقوم بمهمته الطبيعية وهي نقل الأخبار وتحليلها وشرحها صار يلعب الدور السياسي هذا أمر له مزايا وله عيوب وربما تكون عيوبه أسوأ من مميزات أو أكثر من مميزاته بمعنى أنه يلقي دور أكبر مما ينبغي عليه ويجعل من القارئ المذيع أو الصحفي أو الإعلامي زعيم سياسي وليس مجرد إعلام هذه التحدي الأكبر وبالتالي أحد الحلول أن يقوم كل طرف بدوره النقابي يعمل في نقابته المجتمع المدني يمارس دوره وأن يقول لدينا أحزاب سياسية حقيقية هي نحن نتحدث عن منظومة متكاملة في كل شيء لكن على الأقل على الإعلام أن يدرك أنه يلعب دورا مهما وخطيرا في منع الانهيار العربي أو تقصير العرب بخطورة ما يحارب ضده أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وينضم إلي أيضا الزميل همام مجاهد مراسل النهار اليوم من مقر انعقاد الاجتماع همام يعني تطلعنا على أبرز التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع وإن كنت قد رصدت أي من ردود الأفعال أيضا على الأقل تخصيص يوم للإعلام العربي 21 من إبريل من كل عام إذا في البداية هذا الاجتماع الذي بدأ صباح اليوم انتهى منذ دقائق قليلة من المفترض أن يبدأ بعد قليل مؤتمر صحفي يحضره نائب رئيس الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي وأيضا وزير الدولة لشؤون الإعلام الإماراتي سوف يحضر هذا الاجتماع بصفته رئيس هذه الدورة التي كما قلت بدأت صباحا برئاسة الوزير الأردني ثم سلم رئاسة هذه الدورة 46 لوزراء الإعلام العربي إلى
وزير الدولة الإماراتي الذي ترأس هذه الدورة أو هذا الاجتماع تحديدا. من ضمن التوصيات ربما وأبرز هذه التوصيات التي تم الاتفاق عليها داخل هذه الدورة أو داخل هذا الاجتماع هو المحور الفكري الخاص بهذه الدورة، هو دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف في الوطن في الوضع العربي وفي الوطن العربي. يعني من الملاحظ في كلمات التي ألقيت من قبل الوزراء ورؤساء أجهزة الإعلام العربي هو التركيز على هذه النقطة فيما يتعلق بمكافحة التطرف ونشر قيم التسامح في الوطن العربي أو في الرسائل الإعلامية التي يبثها أو تبثها أجهزة الإعلام الرسمي والخاص في الوطن العربي. هذه الاتفاقية التي اتفق عليها هؤلاء الوزراء سوف تطبق أو المفترض أن تطبق في هذه الأجهزة. هناك في معظم أحاديث الوزراء والمسؤولين التي ألقوها صباحا هناك تركيز شديد على هذه نقطة التطرف خصوصا في هذا الوضع الذي يمر به العالم العربي. هناك أيضا ما يتعلق بتحديد 21 يوم 21 ابريل هو يوم الاعلام العربي. هناك ايضا توصيه تختص باعاده اللجنه الفنيه الدائمه للاعلام العربي كاحد اللجان الفنيه الخاصه بالجامعات العربيه، وكانت موجوده في السابق لكن الغيت منذ سنوات. هناك توصيه باعاده هذه اللجنه لمتابعه دور ووضع الاعلام العربي في هذه في الساحه العربيه مؤخرا. هناك عدد من التوصيات التي ربما يعني تكون دوريه في هذه في مثل هذه الاجتماع ما يتعلق بدعم القضيه الفلسطينية ودعم القدس الشريف، أيضا الدفاع على الوضع على القضايا العربية وصورة القضايا العربية في الخارج. شكرا همام جاهد مراسل النهار اليوم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الجوانب الفكرية والدينية في مكافحة الإرهاب وضرورة أن ينظر الغرب إلى المنطقة بمنظور يختلف عن المنظور الغربي. جاء ذلك خلال لقائه سيباستيان كورتز وزير خارجية النمسا. وقد أشاد وزير الخارجية النمساوي بالجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة الداخلية والدولية. من جانبه قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير النمساوي أعرب عن تطلع رئيس بلاده للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد وزير الخارجية النمساوي نقل تحيات الرئيس فيشر إلى السيد الرئيس وأكد اهتمام النمسا بمساعدة مصر في هذه المرحلة الهامة وبدعم جهودها في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي. تم خلال اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ولا سيما في المجالات الاقتصادية. الوزير تحدث عن اهتمام عدد من الشركات النمساوية لدخول السوق المصري، تحدث كذلك عن تنظيم لقاءات في النمسا لعدد من الشركات المصرية لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. اللقاء تناول كذلك التطورات وآخر المستجدات على الصعيد الإقليمي في سوريا والعراق وليبيا واليمن. ومن ناحية أخرى أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تمسك المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان هناك دراسة بالأمس وفي تصريح صادر من وزارة الخارجية بشأن هذا الموضوع. حدث اتصال ما بين السيد وزير الخارجية والسيد وزير الخارجية الألماني لمتابعة عملية الإعداد لهذه الزيارة، وصدر بيان من مكتب المستشارة الألمانية ميركل حول اهتمامها باتمام هذه الزيارة في الوقت الحالي. لقاء الوزير النمساوي بالرئيس السيسي جاء غداة لقائه وزير الخارجية سامح شكري. وقد أكد شكري أن الأحكام القضائية في مصر مستقلة وتتسم بالحياد والمصداقية وإنفاذ القانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري مع نظيره النمساوي عقب بحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. الأحكام التي صادرت وهي ليست بأحكام من بعد، وإنما الحكم سوف يصدر في وقت لاحق في بداية الشهر القادم، وإن كانت تشير إلى توجه المحكمة في اتجاه بعينه، ولكن في نهاية الأمر هذه أحكام قضائية تتم من خلال سلطة قضائية مختصة تقيم حكمها وفقا لقواعد قانونية ثابتة وهيئة قضائية تمتثل بالحياد والمصداقية.
إلى شأن سوريا، حيث دخل مقاتلو تنظيم داعش المنطقة الأثرية في مدينة تدمر بعد أن سيطروا تماما على المدينة التاريخية الواقعة وسط سوريا. هذا وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي داعش سيطروا على القاعدة الجوية والسجن ومقر المخابرات بعدما اجتاحوا المدينة، مشيرا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 100 من المقاتلين الموالين للحكومة، وذلك على الأقل. على غرار مدينتي النمرود والحضر في العراق المجاور، استولى تنظيم الدولة داعش على المنطقة الأثرية في تدمر بعد يوم واحد من سيطرته على المدينة الواقعة وسط سوريا. 50% من الأراضي السورية تقع الآن تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، مكنه منها تقهقر القوات الموالية للأسد، سيطرة كان آخرها على القاعدة الجوية والسجن العسكري ومقر المخابرات في تدمر بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل المئات من الموالين لنظام الأسد، ملأت جثثهم المدينة وما حولها. سيطرة داعش على تدمر تعني الكثير، فموقعها الاستراتيجي يربط شرق سوريا بغربها، كما تقرب التنظيم الذي يتمدد سريعا عبر الحدود من العاصمة دمشق، ودعائيا فهي محط أنظار العالم لما لآثارها المدرجة على لائحة التراث العالمي من أهمية. والأكثر من هذا أنها تفتح لمسلحي التنظيم الطريقة نحو البادية المتصلة بمحافظة الأنبار العراقية. 7 أيام من المعارك العنيفة بين داعش والقوات الحكومية بات على أثرها أحد أهم المواقع الأثرية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعود تاريخه إلى القرن الأول بعد الميلاد، بات تحت سطوة حقد داعش بعد أن كان قبل ذلك عرضة للنهب. مناشدات إنقاذ مدينة تدمر وآثارها العريقة اصطدمت بصمت الدول الكبرى وسط عجز القوات السورية وحلفائها عن صد الهجوم وامتناع المعارضة المسلحة عن المشاركة في حماية عروس الصحراء. وقف تدمير آثار عروس الصحراء يبدو مطلبا ملحا من دول غربية لطالما تغنت بحماية التراث خارج حدودها، إذ يبدو أنها تشعر بدونية إزاء تاريخ عريق تفتقر إليه، وقوى داخلية حكومة ومعارضة صمتت كثيرا إزاء جرائم نهب لكنوز تدمر العريقة. فما الذي يجبرها الآن على الوقوف بوجه داعش القبيح؟ حل عبد المقصود، النهار اليوم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف السيد بسام الملك، عضو الائتلاف السوري الوطني. يعني ربما ونحن نتحدث عن تدمر تحديدا نتحدث عن المرة الأولى التي ينتزع فيها التنظيم مدينة بالكامل من يد القوات الحكومية والقوات الموالية لها. نتحدث عن مدينة ذات موقع استراتيجي ربما متعدد الأهميات وأيضا أهمية أثرية وتاريخية، كيف ترون هذه السيطرة؟ هي التقرير اللي أجملت فيه الوضع بشكل عام هو تقرير دقيق جدا وواقعي. نحن في الائتلاف من بداية عام 2014 حذرنا العالم أجمع من داعش، وكنا نحارب على جبهتين، الجبهة الأولى النظام وثم الجبهة الثانية هو داعش. فبداية الحملة والتجمع الدولي والحشد اللي عملته أمريكا كان في خطأ كتير مرتب، وهو القصف الجوي فقط. فطالبنا في البداية القصف الجوي لا يمكن أن ينهي بشكل كامل، ينهي بشكل جزئي لداعش. امتداد داعش بعد ما احتل الرقة وامتداده للبادية، وهلأ بهالست أيام الماضيين امتد لتدمر، وهي من المدينة الأثرية والغالي علينا بكل ما تحوي من آثار وقيم وحضارة للشعب السوري. هذا خطر داهم، ونخاف من الأيام القادمة وما يخطط له داعش ومن يدعمه في امتداده نحو طريق حمص وخطأ حمص عن الساحل وطريق حمص دمشق، وبالتالي يكون هناك مشاكل متعددة ليس لها حصر. ولذلك على المجتمع الدولي أن يقوم في هذه الأيام الحرجة في الوقف الواحد المشترك لوقف تمدد داعش. ونحن في هذه المناسبة نشكر الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية ومطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل قوة عربية مشتركة للوقف هذا الزحف الذي يدمر سوريا والعراق مشتركة. نعم. يجب أن يكون لنا وقفة مشتركة وقرارات جريئة، وإلا سيكون
هذا الداعشي الذي يدخل الذي يفهم الإسلام بطريقة متطرفة جدا، ونحن لا نقف ولا بالطريقة معه. نحن مع الإسلام المتطور، الإسلام الوسطي، الإسلام اللي بيزقون حريات الشعوب وحريات القبائل وحريات طيب. كل الطوائف. طيب سيد بسام، يعني هذا الطريق وهذا الأسلوب يجب أن نتعاون جميعا، وأن يكون هنا قرار جريء من خلال جامعة الدول العربية والإسراع في تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية سوريا والعراق من هذا الامتداد. طيب نتحدث عن أكثر من خط يتوازون الشق السياسي الذي تحدثت عنه، ولكن أيضا هناك ما يرتبط بتهديد واضح لهذه المنطقة الأثرية. حتى اليونسكو أعلن عن مخاوفه من أن يتم هدم الآثار مثل ما حدث في مواقف مشابهة. من المسؤول الآن عن حماية ما هو موجود في تضمر من آثار؟ بالدرجة الأولى هذه المنطقة تقع تحت سيطرة النظام، والمسؤول الأول والأخير هو النظام. هلأ يجب أن تتساعد النظام إيران، مو بيساعد إيران والنظام في قتل الشعب السوري وأود الثورة السورية. هون النظام عليه أن يورجينا حمايته لبلده وحمايته لآثاره وكل جهة، وحزب الله أن ينتقل إلى هذه المنطقة والدفاع عنها، مو لينتقل لي على جبال القلمون لقتل شعبنا. يورجينا إيران وحزب الله والفضل العباس والقوات الإيرانية بكلها تقدمها لحماية وتدمر بالكامل. يعني مدينة لا يمكن أن بكل 7 أيام تسقط. وصلت الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا السيد بسام الملك، عضو الائتلاف السوري الوطني. رحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان الأمم المتحدة رعاية مشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية في جنيف في 28 من الشهر الجاري من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة في اليمن. هذا وقد أكد السفير اليمني بالأمم المتحدة خالد اليماني أن حكومة بلاده ترحب بالدعوة لمؤتمر جنيف، لكنها تطالب بالضغط على الحوثيين لتوفير الحد الأدنى من شروط التفاوض. وحول مشاركة إيران في مشاورات جنيف، قال مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إنه لا مكان لإيران في هذه المشاورات. شدد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بل شهد توقيع عقدين لمشروعات سكنية، وذلك ضمن المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي. وزير الإسكان قال إن المشروعين في مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بقيمة إيرادات تبلغ 61 مليار جنيه للدولة، منها 22 مليار جنيه. تقرر فتح معبر السلوم جزئيا أمام حركة الأفراد ابتداء من أول يونيو مع التنسيق بين مصر وليبيا لتوفير ضمانات سلامة وأمن الأفراد. جاء ذلك عقب لقاء محافظ مطروح بوفد ليبي رفيع المستوى يضم القيادات الأمنية الليبية وأعضاء البرلمان لبحث وضع آليات وضوابط فتح معبر السلوم أمام حركة الشاحنات والأفراد من وإلى ليبيا وإعادة التجارة البينية بين البلدين. هذا وقد وصل 278 مصريا عائدين من ليبيا إلى معبر السلوم البري خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 157 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير مشروعة، وبهذا يصل إجمالي العائدين من ليبيا إلى 42,985 مصريا منذ 16 من فبراير الماضي عقب توجيه سلاح الجو المصري الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية في ليبيا ردا على ذبح 21 مصريا هناك. قتل 8 تكفيريين وأصيب 3 آخرون فيما ألقت قوات الأمن القبض على 7 أفراد مطلوبين أمنيا، وقد جاء ذلك خلال حملات أمنية شنتها مديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة أسفرت عن حرق 10 عشش وتدمير مزرعة و4 منازل ومخزن به 100 برميل تستخدم في صنع العبوات الناسفة. أمنيا أيضا تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية كان قد تسبب في حدوث انفجار بإحدى الشقق السكنية في شارع الحرية بالمطرية.
وبعد تمشيط الشقة ضبطت قوات الأمن بداخلها مواد تستخدم في إعداد المتفجرات، إضافة لسبع عبوات بالمفجر معدة للاستخدام وثلاث قطع أسلحة نارية خرطوش وطلقات. كما كشفت التحريات عن إعداد المتهم العبوات المتفجرة التي انفجر ثلاث منها داخل الشقة. وفي ختام الواحدة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزراء الإعلام العرب يبحثون في القاهرة دور الإعلام في مكافحة التطرف. الرئيس يؤكد لوزير خارجية النمسا أهمية الجوانب الفكرية في مكافحة الإرهاب. تنظيم داعش يسيطر على مدينة تدمر التاريخية وسط سوريا. لمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم دائما زيارة موقعنا على الإنترنت www.nhlive.net، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.